يعني أنا باعتقادي إذا كان الحديث عن إبقاء الأطراف بنفس الشروط، لا أعتقد أنه سوف تكون هناك توصل إلى أي تسوية أو هدنة أو وقف إطلاق نار. ولكن الـ يعني الـ الأطراف التي تساعد أو هي شريكة في هذه الوساطات، أعتقد أنه هم يراهنون على ليونة لربما في المواقف، إن كان من الجانب الإسرائيلي أو حتى من الجانب حماس المفاوض في هذه التهدئة. وأعتقد أنه بالتالي سوف يكون هناك ليونة في المواقف للوصول إلى تهدئة التي يحتاجها الجانبان. الجانب الإسرائيلي الآن بحاجة لهذه التهدئة، وأيضا الجانب الفلسطيني بحاجة لهذه التهدئة، لأنه في ظل الأوضاع الراهنة يعني هي ذهاب إلى المزيد من سفك الدماء من المدنيين ومزيد من مآسي والتجويع وحرب التجويع، رغم كل المحاولات من الإنزالات والبناء البري وإلى ما هنالك، ولكن نحن نرى بأنه هناك كوارث إنسانية طبية تحصل في القطاع، وهذا بدأ له صدى سلبي على المواقف الإسرائيلية عالميا. لذلك أيضا هناك بالشارع الإسرائيلي ضغوط كبيرة جدا في إعادة المخطوفين، وبالتالي الحل الوحيد، ونحن في الشهر السادس الآن إلى هذه الحرب ولم تنجز أي هدف من أهدافها إسرائيل، يعني الأهداف المعلنة تحقيقها عسكريا لم تنجز أي هدف من هذه الأهداف، وبذلك يعني أصبح الوضع لابد أن يكون هناك حلا سياسيا لهذا الموضوع. هل تساعد الضغوط على طرفي الصراع لا سيما من الولايات المتحدة على إسرائيل في إقرار هكذا هدنة؟ نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تلعب دورا، ورغم أنه وإن كان لم يكن كافيا إلى الآن، ولكن التصريحات الأخيرة والتي صدرت في الأيام الأخيرة تحديدا، أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي يعي صدى هذه التحذيرات والخطوط الحمر، وحتى يعني دراسة إعطاء الأسلحة إلى إسرائيل. كل هذه المواقف التي صرح عنها بايدن في الأيام الأخيرة، أعتقد أنه المتلقي في الجانب الإسرائيلي والمتلقي السياسي تحديدا يعي جيدا هذه الخطب أو هذه الرسائل. وأيضا يعني بيني جانس قبل قليل كان له بيان صحفي صرح فيه بأنه علينا أن نصغي جيدا ونستمع ونتقبل الانتقادات السياسية العالمية، المواقف العالمية من اتجاه إسرائيل، وأيضا الشروط والمطالب الأمريكية، لأنه الكل يعرف جيدا في إسرائيل أنه لولا المساعدة الأمريكية في هذه الحرب لم يكن هذا الصمود والاستمرارية في الشهر السادس، وهناك جبهات عديدة مفتوحة. بالنسبة للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، هناك حلول من المجتمع الدولي سواء إلقاء المساعدات من الجو أو فتح ممر مائي عن طريق قبرص. هل هذه المفاوضات أو هذه رفع المعاناة هل تسير بمعزل عن العمل السياسي باعتقادك يا دكتور حسن؟ يعني أنا باعتقادي كل ما يحصل من ناحية إذا كان المساعدات ترمى بالطائرات، هذا يعني مثل ذر الرمال في العيون، وهي نوع من لربما حفظ ماء الوجه العالمي الذي سقط قناعه الإنساني والديمقراطي والحريات والإنسانية بشكل عام في هذه الحرب، وتعرت من كل الأخلاق الإنسانية والقيم الإنسانية، وهو يريد أن يعوض بشيء ما. يعني اليوم عندما ترمى هذه المساعدات عبر الطائرات، هذا دليل على ضعف وهوان هذه الدول، أنه لا تستطيع وقف إطلاق النار، ولكن تستطيع إرسال المساعدات، وهذه المساعدات تروح لجزء معين من القطاع وليس لكل سكان القطاع، يعني حوالي 2 مليون تقريبا الذين منتشرين في كل قطاع غزة في عدة
مناطق في قطاع غزة سواء في الشمال أو الوسط أو في الجنوب، وبالتالي هذه المساعدات تسقط في منطقة معينة، يعني ما تبقى منها ما عدا ما ينزل في البحر يعني، نعم وبالتالي هذا لا يعود لكل المنطقة، ولكن عالميا نحن نقدم شيئا ما، ولكن كل هذه الألاعيب والحيل والإمكانيات لن تنطلي على أي أحد على أرض الواقع. الواقع هو مرير جدا جدا جدا، ويعني بالنسبة للجوع، بالنسبة للصحة، بالنسبة للأمراض، للمياه الملوثة، هذا يعني حتى لو أسقطوا أكل ومواد غذائية، وكما لاحظنا يعني بعض الألبسة ولا الأحذية ولا إلى ما هنالك، هل هذا سوف يغني عن الماء الذي هي الحياة؟ يعني لا يوجد مياه في غزة، كل المياه ملوثة، وبالتالي كله معرض إلى المرض. إذن هذه هي فقط يعني ألاعيب استخدمها الغرب، لأنه هو لربما عجز أو أنه هو يريد استمرار هذه الحرب ويحاول أن يحفظ ماء الوجه لا أكثر ولا أقل. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن مرهجة الخبير في شؤون الشرق الأوسط على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة القدس.